سلام الاخوان وحياكم الله اينما كنتم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتقاسم معكم واحد السماد عضوي لتشجيع النباتات على عقد الازهار وتشجيع الاشجار المثمرة على عقد الثمار. من الاخير اصدقائي، هذا السماد انا استعمله شخصيا وهو بسيط صنع في المنزل، ولكن اصدقائي الجميل في الامر ان لديه نتائج جد مذهلة. وهذا السماد اصدقائي العضوي هو غذاء طبيعي للنباتات، فهو أصدقائي يحسن خصوبة التربة ويعزز نمو الجذور ويجعل أصدقائي النبات أكثر مقاومة للأمراض والآفات. والسؤال أصدقائي المطروح هو: ما هي العناصر الغذائية الموجودة في هذا السماد؟ وكيف يعمل هذا السماد على النباتات؟ أصدقائي، يحتوي هذا السماد على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة للنباتات أصدقائي، مثل النيتروجين أصدقائي كما تعلمون يساعد على نمو أوراق خضراء، والفوسفور أصدقائي يعزز نمو الجذور والأزهار، وموجود فيه كذلك أصدقائي البوتاسيوم. وكما تعلمون أصدقائي، فالبوتاسيوم يقوي النبات ويحميه من الأمراض والآفات. وعناصر غذائية أخرى أصدقائي مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد التي تلعب دور مهم في نمو النباتات. والسؤال الثاني أصدقائي هو: كيف يعمل هذا السماد على النباتات؟ أصدقائي، عند سقي النباتات بهذا السائل يتم امتصاص العناصر الغذائية الموجودة فيه بواسطة جذور النباتات، مما يساعد على نمو بشكل قوي. وبالإضافة إلى ذلك أصدقائي، فإن البكتيريا النافعة الموجودة في هذا السائل تساعد على تحسين خصوبة التربة. والآن أصدقائي نمر إلى طريقة صنع هذا السماد. كيف ما كتعرفوا أخوتي، يعني أنا عادة كنسمد بالأسمدة طبيعية، وبأغلب الأحيان كنسمد بقشور الخضر، ولكن اليوم إن شاء الله جبت لكم سماد بقشور الخضر مختلف وبسيط جدا، يعني الكل بإمكانه أنه يحضره عنده في المنزل ببساطة. كل ما علينا أصدقائي هو نأخذ قشور الخضر، ويستحسن أصدقائي قشور الخضر تكون مختلفة، يعني تكون فيها مثلا على سبيل المثال قشور الطماطم وقشور البصل وقشور البطاطا، حتى نحصل أصدقائي على سماد مركز وفيه عدة عناصر غذائية. ومن بعد أخوتي كناخذ قشور الخضر وكنديروها في الخلاط الكهربائي، وكنزيدوا عليها القليل من الماء كيف ما كتعرفوا أخوتي، يعني باش يدور لنا الخلاط الكهربائي. ومن بعد أخوتي ملي كنخلطوهم على هذا الشكل هذا كنحصلوا على هذا السائل. هذا السائل أخوتي كناخذ لتر، يعني لتر ديال هاد السماد. بالنسبة لي أنا كندير لتر من هاد السماد في 8 لتر ماء. وهنا أصدقائي لا بد من طرح بعض الأسئلة: كم من مرة يمكننا استخدام هذا السماد في الأسبوع؟ أصدقائي، يمكنكم استعمال هذا السماد مرة واحدة في الأسبوع أصدقائي. وبصراحة أصدقائي، فأنا في معظم الأحيان أقوم بتخمير هذا السائل، يعني أصدقائي كنخليه في وعاء لمدة يوم أو يومين، هنا كتحصل على نتيجة مضاعفة أو نتيجة جد مذهلة. وفي بعض الأحيان أصدقائي ما يكونش عندي الوقت، يعني كنستعمله مباشرة. أما بالنسبة للسؤال الثاني: هل يمكننا استخدام أي نوع من قشور الخضروات؟ لا أصدقائي، يمكنكم استخدام معظم أنواع قشور الخضر. والسؤال الثاني أصدقائي: ما هي النباتات التي يمكننا تسميدها بهذا السماد؟ أصدقائي، يمكنكم استخدام هذا السماد لمعظم أنواع النباتات، سواء كانت نباتات منزلية أو نباتات في الحديقة أو خضروات. والسؤال الثالث أصدقائي: هل هنالك أي عيوب لهذا النوع من الأسمدة؟ أصدقائي، قد يحتوي هذا السائل على بعض البذور العشوائية الصغيرة التي قد تنمو في التربة إذا لم يتم تصفيتها أو يتم نزعها من التربة.
وباختصار أصدقائي، تحويل مخلفات المطبخ إلى سماد عضوي هي طريقة جد رائعة أصدقائي لتوفير المال أو التسميد بدون تكلفة. وهنا أخوتي بغيت نتقاسم معكم السر الثاني، هو هاد المخلفات اللي كتشيط في المصفات هذه أخوتي كنشمشها حتى كتجف وكتولي بحال تربة البيتموس، وكنزرع فيها البذور أو الأقلام فهي أحسن من تربة البيتموس بمئة مرة. وفي بعض الأحيان أخوتي كنسمد بها يعني الخضروات أو الفواكه اللي زارع في المنزل، كنديرها فوق من سطح ديال التربة ديال الإصيص وكنقلب التربة هذه أخوتي أحسن تربة زراعية، ولكن صعب أنك تجمعها بهذه الطريقة. كيف ما شفتوا أخوتي كان هذا هو الفيديو، وكانوا هذو هما المعلومات اللي حبيت أنني نبارطاجي معكم. المهم إلى عجبك المحتوى وبغيتي تدعمني ما تنساش معك لايك واشتراك في القناة باش يبقى يصلك ان شاء الله كل فيديو جديد. اما بالنسبة للناس اللي ما مشتركينش فبغيت نقول لكم مرحبا بكم، تقدروا تشتركوا، وخليت لكم الراحة، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.